برحب بحضراتكم ورسالة قناة أون اليومية من داخل الأوبرا المصرية، وبنتابع مع حضراتكم فعاليات مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني في الدورة الخامسة بعد توقفه لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا. المهرجان هو دمج ما بين الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة أولادنا ومهرجان الفنون الأفروصيني تحت شعار سوا نرجع فرحتنا، وطبعا تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد كبير من الوزارات، وزارة التضامن والثقافة والسياحة والأثار والهجرة والتخطيط، وعدد كبير من منظمات المجتمع المدني والقطاع الحكومي والخاص. المهرجان مستمر حتى 22 نوفمبر القادم، بيضم عدد كبير من الفعاليات الثقافية والفنية المختلفة، معرض للفن التشكيلي، معرض للحرف التراثية، ومعرض للصور الفوتوغرافية، فضلا عن وجود ورشة لإبداعات أولادنا، وسيتم توزيع الجوائز على الفائزين في نهاية هذا المهرجان من قبل لجنة التحكيم. دولة شرف هذا العام هي روسيا، وبيشارك 31 دولة من مختلف أنحاء العالم، بيقدمون عروض استعراضية وفنية وعروض أفلام لإحياء التراث الخاص بهم. خلينا نروح مع حضراتكم دلوقتي في جولة ونتعرف أكتر على الفعاليات الموجودة اليوم. أول مرة أتعامل مع ذوي قدرات خاصة، طبعا هم بيقولي في عروض الأوبرا لأننا بنعمل شغل الكرتون المصري، لكن ملتزمين جدا عايزين يعملوا حاجة، بدرجة أنا عايز أدخلهم في صناعة الجرافيك في بعض الحاجات اللي تناسب إمكانياتهم، لأن أنا شايفة أنه أهم حاجة أن احنا نلاقي لهم أسلوب يقدروا يشتغلوا فيه ويعيشوا منه. تنمية القدرات دي بالنسبة لجميع الأطفال، لسبب أنه الأطفال لما يعني في نوعين من الحاجات، أطفال مشاركين بيشاركوا في شغل وده مهم، لكن بيشاركوا في إيه؟ إيه الكونسبت اللي أنت حطاه؟ إيه المبدأ اللي أنت حطاه؟ المبدأ أن إحنا عايزين نحس بالطبيعة اللي حوالينا، نحس بالناس اللي حوالينا، ويبقى شعورنا مرهف أنه أي حاجة بنعملها غلط ممكن إن هي تأثر على حاجة تانية وتبقى النتيجة فيها يعني مش لطيفة. فقلنا نعمل دمج دولي. الدمج الدولي ده ما توجدش غير في أرض الأحلام في مصر، دي البلد الوحيدة اللي عمل الدمج دولي لأول مرة. فالنتيجة كانت إن زي ما تقولي إيه، بيعملوا مسابقات مع بعض، طلعوا نفسهم بشكل الجمالي ده. انت لما تهتمي بالولاد طول السنه، السنة يعني الناس فاكراني ان انا بعمل الملتقى ده سنويا كده، لا، انا كل شهر فيه بروجرام، البروجرام ده بياخد على الاقل 21 يوم، يعني من اول ما ايه يتعلموا يعني ايه الرسم، يتعلموا يعني ايه تصوير بالموبايل، يتعلموا الفنون التشكيليه، كل حاجه فيها فن احنا بنعملها. فحبه حبه انت بتديهم ثقه في نفسهم وهم قاعدين ينجحوا معانا. اكتر من 36 دوله مشتركه، وبيجوا زوار من بره طبعا بندعوهم، فبيتفرجوا على منتجاتهم، وبعدين بتبادل الثقافات بيننا وبين الدول، فده شيء طبيعي ان هم بيتبادلوا الثقافه بينهم وبين زمايلهم هنا اللي بعرضين، فبتدي لها ثقه بنفسها، وبين هم بيشوفوا منتجاتها وبيشجعوها، فده بيدي لها دافع انها بتعمل اكتر وبتشارك اكتر في كل حاجه يعني، فده دمج مجتمعي جميل جدا ليهم يعني. عامل صوت وصور فكر وصور عيب صور روحة عيمي روحة صور عيمي روحة. سعدنا اللي احنا لبينا النداء بتاع المعرض دوت، ما احنا سعداء طبعا اللي احنا قابلنا ذوي الاحتياجات القدرات الخاصة، لان في منهم مبدعين وبيصنعوا حاجات جميلة جدا. وطبعا والاهتمام اللي حصل من الدولة دي بسم الله ما شاء الله باين يعني عليهم ان هم بيوفروا لهم كل حاجة ان هم عشان يبدعوا وينتجوا ويصنعوا.